أهلا بكم. محليا نبدأ من البصرة، وفيديو أحدث ضجة كبيرة، والسبب ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى القرنة. مشاهدينا، شاب مرتضى، شاب بصري، فقد حياته غرقا في نهر دجلة، والإجراء الطبيعي المتعارف عليه هو نقل جثمانه للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية، لكن صدمت عائلة هذا الشاب بعدم وجود أي موظف في الخدمة وإبقاء جثمان ولدهم في ثلاجة لا تعمل بسبب عدم وجود كهرباء. لنشاهد سويا. السلام عليكم. حاليا عندنا جثة الساعة 11 سلمناها وكلها طافية، الفلاجة عايفينها ورايحين بالقرنة عايفيننا ورايحين، يعني وهذا على العلاوي. بين ساعة جيتوا؟ من 11 حد الآن ما حد جاي. من 11 لحد الآن الفلاجة ما حد جاني. طافي الكهرباء. هاي المستشفى القرنة العام. الساعة الواحدة ظهر. القرنة الكبير. هاي الفلاجة ما حد. صور المستشفى. الشرطة عافانا وراح. قفلها وراح. قفلها لا بالصيانة لا بالطرقاعة. واسم الواحد عطيت الجثة من الصبح من الساعة 11 الساعة بالوحدة وما حد جاي. هاي المولدات كلها طافية. التاريخ اليوم 25 اليوم الزيارة وعايفيننا ورايحين، لا من مطينا الجثة وماخذينها ولا جاينا واحد مشغل المولدات. هاي كلها طافية، هاي كلها مهمولة مهمولة عمي. أرواح العالم شنو عندكم؟ هاي الماطورات، هاي الماطورات كلها طافية، هاي الثلاجات. سلم النشكي، سلم النشكي. لا تروح لما موجود، تروح للشرطة يقول لك مو يمي، تروح للدكتور يقول لك مو يمي، شايل من نروح بعد. شاهدنا فيديو كهذا لابد أن يحظى بتعليقات غاضبة كثيرة. في فيسبوك كتبت إنعام علي تقول: وين الموظفين؟ وين المسؤولين؟ معقولة كلهم بالزيارة؟ يعني قضاء إش قدة وإش كبرى ما حد بيهم تأخذ الغيرة على مدينته ويقدم لها شيء؟ بسبب الأنانية اللي عندهم ناس تسقط بناس. مسلم العبادي قال: دوائر متهالكة، لا رقيب ولا حسيب، بس شنو الجديد؟ هذا حدهم بتقديم الخدمات للمواطن. للأسف هواية ناس صارت ما تخاف ربها وخذها راجل الفساد. أما أحمد طالب فقال: لا الميت مرتاح ولا العدل هم مرتاح في العراق الحبيب، حسبنا الله ونعم الوكيل بكل فاسد، أما مصلحته وجيبه وبس.